بين أيدينا مساق هام من أهم المساقات اللي موجودة عندنا. طبعا هذا المساق هو مساق تاريخ فلسطين، والدارس لتاريخ فلسطين يتعرف على تاريخ البشرية ككل. وأيضا في هذه الجامعة نشكر كل القائمين عليها، وأيضا على رأسهم لجنة تفعيل التعليم عن بعد، وأيضا العاملين والطاقم العاملة ككل. وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينتهي أو تنتهي هذه الفترة، فترة الكورونا وأيضا التعليم عن بعد، ولو أنه أضاف خبرات جديدة لنا وللكادر الأكاديمي. وطبعا يعني بنتمنى أنه ترتفع هذه الجائحة، وربما يعني في بارقة أمل أنه لا زالت الأمور تحت السيطرة في مناطق هامة في طبعا فلسطين، خاصة المحافظات الجنوبية في قطاع غزة. وبالرغم من ذلك، وبالرغم أيضا من عدم وجود أي إصابة، إلا أنه أيضا لازلنا في هذه الجامعة الشامخة نجري التعليم عن بعد، وأيضا نتخذ من طرق التدريس يعني في الغرف الصفية عبر المودل، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا يعني الجامعة هذه جامعة عريقة، جامعة الأقصى، يعني هي بدأت من تقريبا عام 1952 كمعهد المعلمين، ثم أصبحت كلية حتى عام 2000، وبعد ذلك الآن هي جامعة، وكلنا نفتخر بهذه الجامعة التي تضم عدد كبير جدا من طلابها. وطبعا هذه الجامعة لن تتخلى عن طلابها، سواء كانت في يعني الجوائح أو الحروب وما أكثرها في قطاع غزة. بالرغم من ذلك، إلا أنها ستكون صرحا علميا بإذن الله تعالى. المساق اللي بين أيدينا هو مساق هام، مساق تاريخ فلسطين. طبعا مفردات المادة، سنبدأ المفردات من بداية الفصل الأول. سنتحدث عن التاريخ القديم، فلسطين في العصور القديمة، نتعرف على بداية البشرية، طفولة البشرية، نشوء البشرية. وطبعا يعني فلسطين نموذج يعني مفيد للتعلم ولمعرفة البشرية كيف تطورت وكيف نمت. أيضا في الفصل الثالث سنتعرف على فلسطين في أواخر العصر العثماني والحكم العثماني في بلادنا في فلسطين، وما آلت إليه الظروف فلسطين في تلك الفترة. وأيضا لدينا في محتويات المساق الذي بين أيدينا الفصل الرابع، والذي يتحدث عن فلسطين بالفكر الاستعماري، وأيضا التلاقي الصهيوني مع الفكر الاستعماري. وفي الفصل الخامس والأخير سنتطرق إلى المخططات الاستعمارية البريطانية والصهيونية تجاه فلسطين. طبعا هذه أهم المفردات التي سوف نتطرق إليها في هذا المساق. مساق فلسطين، مساق تاريخ فلسطين، مساق محبب إلينا وإلى نفوسنا، نستشعر فيه جذورنا، نستشعر فيه كيف بدأ الأجداد في هذه الأوطان، نستشعر فيه أنه كانت فلسطين من أوائل بلدان العالم التي أهلت وأصبحت مأهولة، ولم تكن يوما من الأيام شاغرة، كانت على الدوام مأهولة، كانت على الدوام بها مدن ودويلات المدن أيضا. وطبعا ربما لو بدأنا نتسلسل ونذهب في طريق تاريخي متسلسل، فنتطرق إلى التسمية. لماذا سميت فلسطين؟ ويعني من أين جاءت كلمة فلسطين؟ وما قبل فلسطين؟ طبعا نبدأ في أغوار التاريخ ونتعرف على البدايات، ونتعرف أيضا على التسميات، ونتعرف على جذور وأصول التسمية. فلسطين كما سلف الذكر هي عبارة عن امتداد للبشرية. طبعا في بحاثة خاصة في علوم الجينات والشفرات الوراثية أرادوا أن يعرفوا يعني من أين جاء آدم، وسموا بعض أبحاثهم بآدم العلمي، لأن بعضهم لا يؤمنوا طبعا بالأديان السماوية، ولم يجب أحد عن نشوء الإنسان إلا الأديان.
الديانة المسيحية والديانة اليهودية والديانة الإسلامية التي يعني تطرقت إلى الإنسان وكيف نشأ الإنسان وبدأت بآدم. فالتسمية جاءت بهذه الصورة لآدم كبداية ونواة للبشرية وبداية البشرية، وبدأوا بفحص الجينات لمعرفة جذر البشرية ومن أين نشأت هذه البشرية علميا وليس بالاعتماد على الدراسات الدينية. وبالفعل يعني بدأوا بإحصاءاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي بعض المناطق في أيضا شرق آسيا كاليابان، ووصلوا في يعني أبحاثهم إلى أن الشرق الأوسط هو يعني بداية نشوء البشرية، وبدأ التعمق أكثر فأكثر، فوجدوا أن يعني أكثر قبيلة ربما تعود جذورها إلى بداية البشرية قبيلة في كينيا، ووصلوا إلى هذه القبيلة وكانت يعني تعيش حالة من الحالات البدائية الأولى. ومن هذا نتطرق إلى أن فلسطين كانت في صلب النشوء البشري في فلسطين. ومن ذلك طبعا أول شيء يعني كانت التسمية اللي هي منطقة اللي هي تسمى بمورو، وطبعا مورو هي يعني اسم أطلق عليها في الحقب الأولى، ثم بعد ذلك أرض كنعان. وربما يعني لو تطرقنا قليلا إلى النصوص الدينية القديمة الموجودة في التوراة لوجدنا أن هناك نص في التكوين، سفر التكوين، وفي الإصحاحات الأولى من سفر التكوين يقول أن أبرام اللي هو إبراهيم عليه السلام دخل حاران ثم دخل أرض كنعان، يعني دخل أرض كنعان وكانت مأهولة تلك الأراضي. حتى أيضا بعد ذلك تمت تسميتها باسم بليست أو فلسطين نسبة إلى قبائل كانت في البحر المتوسط. وأيضا إبراهيم عليه السلام في تلك الفترة كان موجود، وهناك في سفر أيضا التكوين وفي الإصحاحات الأولى أيضا ذكر أن أبرام اللي هو النصوص الدينية التوراتية تقول أن أبرام زرع أثلا في بئر سبع ثم غاب في أرض الفلسطينيين، ثم غاب في أرض الفلسطينيين، يعني أنه في موجود فلسطينيين منذ نشأة التاريخ، وأرض كنعان كذلك الأمر، ثم غاب في أرض الفلسطينيين. وأيضا في سفر آخر من أسفار اللي هو سفر التكوين أيضا، وفي يعني ذلك يذكر أن بعد ما توفيت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، ويذكر بالنص أن ساراي توفيت وأراد أبرام أن يشتري لها قبرا، فاشترى لها قبرا بأربعمائة شاقل. أربعمائة شاقل، شاقل طبعا كانت عملة كما تذكر النصوص التوراتية، كانت عملة موجودة في ذلك الوقت، والنص التوراتي كان يقول بأنها كانت مجازة عند التجار، كانت مجازة عند التجار، يعني أن العملة هذه التي اشترى بها قبرا كانت مجازة عند التجار، يعني زي الدولار، زي اليورو، زي الفرنك، زي المارك، من العملات الصعبة اللي كانت موجودة. فحتى كلمة شاقل أو اليوم العملة اللي موجودة بين يدينا والتي تم تسميتها بالشيكل، يعني هي في الأساس موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لأنه اشترى قبرا لسارة بأربعمائة شاقل، وهذا موجود في النصوص التوراتية القديمة. وربما الأجداد بيعرفوا حتى اليوم كمان، لو بدنا نقول مثلا بدنا نعمل يعني يشتري شيء الإنسان من السوق، فيقول بدنا نجيب لنا شقلة، يعني شيء وزنه، يعني حتى في أعمال البناء لما يعني بده يصير في عمل للبناء البلاط مثلا أو بعض الأسوار، بنقول بدنا نعمل شقلة اللي هي ايش وزنه، يعني شيء من الوزن. فهذا طبعا لها جذور قديمة عندنا، وطبعا هي كلمات كنعانية قديمة، يعني مثلا على سبيل المثال لغاية اليوم في عندنا كلمات موجودة، مثل انه يعني في بعض المزروعات التي تسمى بالمزروعات البعلية، البعلية نسبة الى انها يعني تنبت على مياه الامطار، ويعني كلمة بعل والى يعني قديم يعني اله الخصب واننا. يبقى في ما بين ايدينا ثلاث تسميات، وطبعا هذا الثلاث تسميات اللي موجودة اللي هي امورو او ماري، وأيضا كذلك اللي هي بليست، ويعني أرض كنعان، وطبعا أدي زاري طبعا بسم الثالث سماها باسم فيليستا،
وطبعا بيبين كذلك الأمر أن هيرودوتس طبعا يعني أيضا صاغها باسم اللي هي فالستاين، وهذا طبعا هي في العهود الموجودة. كمان في العهد الروماني أطلق اسم فلسطين على الأراضي التي كانت موجودة في يعني المنطقة التي أتحدث عنها اللي هي اسم فلسطين، واسم فلسطين طبعا كانت متداخلة، يعني متداخلة في الأردن وفي لبنان وفي سوريا، لكن فلسطين اليوم الخارطة المعروفة هي تسمى فلسطين الانتدابية، يعني التي رسمها الانتداب البريطاني وبقيت على صيغتها وصورتها الحالية في فترتنا الحالية. أيضا في العهد الروماني أصبح مصطلح فلسطين اسم رسمي في عهد هادريان، وغدا طبعا هذا الاسم لو فلسطين مصطلحا رسميا في كل المكاتبات. هذا من بدايات التاريخ حتى يعني العهد الروماني قبل وصول الفتوحات الإسلامية، وقبل أيضا أن يبدأ في التعريف الإسلامي لفلسطين. طبعا لو سألنا يعني سؤال بسيط بيقول يعني ما هي أصول التسمية العربية الإسلامية لفلسطين؟ طبعا هناك يعني بعض التسميات، منها تسمية ياقوت الحموي في معجم البلدان الذي قال بأن تسمية فلسطين جاءت نسبة إلى أحد أبناء سام بن نوح، والقلقشندي كذلك الأمر، كلهم أدرجوها إلى أنها يعني ترجع إلى يعني أحد أبناء نوح عليه السلام، وشهاب الدين المقدسي كذلك الأمر يرجعها إلى أحد أبناء نوح عليه السلام، ورجح طبعا المؤرخون إلى يعني سام بن نوح التسمية اسم تسمية فلسطين. بالطبع يعني بعد ذلك جاءت العصور الوسطى وأيضا عصر النهضة والعصور المختلفة طبعا لبيان البشرية. في عندنا مراحل مختلفة للتاريخ القديم، طبعا يعني منذ الخليقة حتى 636 ميلادية. طبعا أول شيء هنبدأ فيه له الحجوج العصور الحجرية، طبعا هين عرف يعني الإنسان هذا يعني صنعة الحجر، ولذلك تسمت هذه المرحلة أو هذا العصر بالعصور الحجرية. في عندنا أيضا اللي هي العصور البرونزية من عام 3200 قبل الميلاد حتى عام 1200 قبل الميلاد، وهي التي تميزت بالعصر البرونزي، وكذلك الأمر العصر الحديد الذي يمتد من عام 1200 قبل الميلاد إلى 500 إلى 586 أيضا قبل الميلاد. وبعد ذلك جاء العصر الفارسي وامتد من عام 586 قبل الميلاد حتى عام 332 أيضا قبل الميلاد، ثم بعد ذلك جاء العصر اليوناني من 332 قبل الميلاد حتى 63 أيضا قبل الميلاد، ثم العصر الروماني من 36 قبل الميلاد حتى عام 300 ويعني حتى عام 636 ميلادية، وبعد ذلك جاء العصر الإسلامي. يبقى الآن نتحدث عن عصور يعني في بدايات يعني البشرية التي نتحدث عنها، من العصور الحجرية الأولى والبرونزية والحديدية والعصر الفارسي والعصر اليوناني والروماني والبيزنطي وحتى العصر الإسلامي. طبعا احنا يعني هذه العصور سنمر عليها سريعا، وطبعا ربما القارئ يعني يضجر من كثرة العصور، لكن في النهاية احنا بنختزل ونختصر تاريخ طويل من عمر البشرية، وهذا التاريخ يعني اللي موجود حيعطينا دلالات واضحة للعصر اللي كان موجود. طبعا هذا العصر يعني قديم حديث، إلا أنه بيعطينا يعني صورة شاملة عن حياتنا في هذه الديار المقدسة، ديار فلسطين التي هي قدستها يعني قد كانت في كل الأديان السماوية. عليه ينقسم تاريخ فلسطين طبعا إلى في عصور القديمة إلى قسمين رئيسيين، اللي هو العصر ما قبل الكتابة وأيضا العصر الذي كان بعد الكتابة، طبعا تشمل العصور الحجرية. نأتي أولا لعصور ما قبل ظهور الكتابة، وطبعا معروف جدا أنه يعني عصر الكتابة هو عصر فارق كبير، لأنه الكلام هو عبارة عن أصوات يعني هوى،
كيف يمكن للإنسان أن يترجم هذه الكلمات التي تصدر كأصوات إلى كتابة؟ طبعا هذه مرحلة متقدمة في عمر البشرية، لكن بدنا نبدأ في عصور ما قبل ظهور الكتابة. طبعا هذه العصور الحجرية الأولى اللي ابتدأت منذ يعني زمن طويل جدا 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 غائر في الزمن، قدر العلماء بحوالي 500,000 سنة قبل الميلاد إلى حوالي 320 إلى 3200 سنة. طبعا وهذا ينقسم إلى يعني قسمين، العصر الحجري القديم اللي هو 500,000 حتى يعني 14,000 سنة قبل الميلاد. لو سألنا أنفسنا سؤال، ما هي ملامح العصر الحجري القديم؟ يعني طبعا احنا هنتخيل أنفسنا انه في عصر قديم، وقلنا انه هذه طفولة، طفولة البشرية، يعني مرحلة الاستكشاف، مرحلة البحث، مرحلة يعني البحث عن الطعام والشراب. يعني لو يعني بدأنا نسأل أنفسنا سؤال، البشرية في تلك الفترة وفي الحقبات الأولى، ما هي ملامح الحياة في العصر الحجري القديم؟ إيش كانت الملامح الحياة في تلك الفترة؟ هل هي الجمع والالتقاط؟ طبعا. هل هي الصيد؟ طبعا. التنقل، وأيضا بداية اللي هو يعني الأدوات الصوانية القديمة. وبدأ هنا يعني إنسان المنتصب القامة يظهر، وحياته هي حياة ربما احنا نستشفها ويعني نستقرئها من خلال البدايات الأولى للبشرية. يبقى الآن احنا في عصور ما قبل الكتابة، يبقى في عندنا العصور القديمة ما قبل الكتابة وما بعد الكتابة. ملامح العصر الحجري القديم طبعا كما سلف الذكر، طبعا هي عبارة عن الجمع، الالتقاط، وأيضا الصيد والتنقل، وكانت الحياة بدائية، وأيضا كان هناك الوصول إلى بعض يعني الأدوات الصوانية للقطع وأشكالها مختلفة، وكانت تستخدم للصيد والدفاع عن النفس، وأيضا لقطع الأشجار والأخشاب وما شابه. وفي هذه الفترة أيضا بدأ ينتشر ويعني تبدأ يعني مرحلة بعدها مرحلة أخرى، وهي مرحلة العصر الحجري الوسيط. طبعا مرحلة العصر الحجري الوسيط كانت من سنة 14,000 قبل الميلاد حتى 8,000 أيضا قبل الميلاد. ولو سألنا أنفسنا كمان سؤال هام، ما هي ملامح ومميزات هذا العصر؟ طبعا بنلاحظ أنه في ملامح يعني متشابهة إلى حد ما للعصر الحجري القديم. طبعا منها اللي هو الجمع بين الصيد وبين بعض أنواع الزراعة البدائية الأولى، وأيضا بدأت حالات معينة من الاستقرار، وأيضا حالة مشتركة بين العصر القديم والوسيط اللي هي حالة التنقل والصيد، التنقل والصيد. وبدأ يتميز بوجود بعض يعني الحضارات البسيطة مثل الحضارة النطفية، وطبعا الحضارة النطفية كانت موجودة بالقرب من مدينة القدس، وطبعا كانت الأماكن ومساكن النطفيين عبارة عن الكهوف، وأيضا مناطق مثل الكرمل وأيضا الخليل والقدس، وطبعا كان العيش في العراء في منطقة أريحة، وسكنوا بعض المنازل في عين المالحة بالقرب من بحيرة الحولة، وعرفوا أيضا بوادر الزراعة، لكن النطوفيين لم يعتمدوا بشكل كامل على النواحي الزراعية، وإنما اعتمدوا بصورة أخرى على التنقل والصيد والالتقاط. النقطة الأخيرة في العصر الحجري القديم اللي هي العصر الحجري الأخير، وطبعا كانت من 8,000 ل 4,500 قبل الميلاد، وكمان مرة بنقول للجميع للمتلقين جميعا انه السنوات دي اللي هي من 500,000 الى 14,000 الى 8,000 الى 2,300 هي سنوات مع يعني المعرفة وال يعني المداولة ومع القراءة بتصير سلسة مع النفس. طبعا عصر انشاء القرى في هذه الفترة اللي هي العصر الحجري الحديث من 8,000 ل 4,500 مثل يعني قرية تل السلطان في أريحة. بعد ذلك في عندنا ملامح العصر الحجري الحديث، طبعا كان الإنسان يعتمد في حياته على الصيد بالإضافة للزراعة، كمان من ملامحه أنه لم يستأنس الحيوان،
ويعني عثر على وجود بعض الأدلة للتجارة بين الأناضول وأيضا منطقة أريحة التي كانت تصدر القار والملح أيضا. كمان في يتبادر لنا سؤال ثاني هام، وهذا السؤال يقول: ما هي ملامح العصر الحجري الحديث بعد الفخار؟ الأولاني قلنا ما قبل الفخار ثم ما بعد الفخار. طبعا ولدت حضارات على يعني وجود الفخار، خاصة على شكل حفر، وأيضا بدأت يعني الصناعات الحجرية الصوانية والحجرية المتقدمة أيضا، ومنها في مناطق في رأس شمرة في سوريا. بعد ذلك ننتقل إلى العصر الحجري النحاسي، وهو كان من سنة 4500 ل 3200 أيضا قبل الميلاد. وهنا في مميزات لهذا العصر النحاسي، العصر الحجري النحاسي. ما هي مميزات العصر الحجري النحاسي؟ طبعا استعمال النحاس، لأنه كان يعتبر كإضافة جديدة، وأيضا إلى جانب الصوان والفخار، وأيضا عثر على بعض قطع النحاس خاصة في العصر الحجري القديم ومواقع العصر الحجري القديم، مثل تليلات الأصول شمال البحر الميت ومناطق في بئر السماء. وأيضا وجدت بعض الحفر فيها، كما وجد عدد من أماكن يعني اللي مدفون فيها بعض يعني الناس في تلك الفترة القديمة، وأيضا في وجود كهوف ودهاليز، وتم استخدام غرف للماء، وكأن يعني اللي موجود حاليا في مناطق الضفة الغربية الغرف التي تبنى في أسفل البيوت، أيضا ربما كانت يعني من ميراث القدم. وأيضا وجدت صوامع للغلال، وكانت طبعا الأدوات الموجودة في الصناعات مثل المناجل والمكاشط. كل ما سبق هذا من حديث وملامح عن العصور السابقة كلها كانت ما قبل الكتابة، كلها كانت ما قبل الكتابة. وفي المرة القادمة سنتطرق إلى عصور ما بعد ظهور الكتابة، وطبعا هذه مرحلة فارقة جدا، كما سلف القول كيف إن إحنا ممكن نكتب الأصوات التي نطقها كبشر وأن تصبح مقروءة أو مكتوبة، وتصبح أداة تواصل بين يعني البشر، وأيضا أداة ويعني تصبح كحضارة من الحضارات اللي موجودة. يبقى المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن العصور التي بدأت بعد الكتابة. وإلى لقاء آخر، وكل الشكر والتقدير للجنة المتابعة وتفعيل التعليم عن بعد والفريق المعد، وشكرا جزيلا.